حاول المسلمون في المدينة ان هم يتعايشوا مع اليهود اللي عايشين في المدينة. هل ده حصل؟ مع ان حصلت اتفاقيات ومعاهدات، ورغم ذلك نقضوا العهود بعد العهود وخانوا كعادة اليهود في كل زمان ومكان. اليهود هم اليهود، لا هيتغيروا ولا بيتغيروا. واوعى تفتكر ان احنا عشان معاهدة كامب ديفيد والله لو عملت معهم 1000 معاهدة فلن يفوا بعهد أبدا. قتلت الأنبياء، وإحنا كمسلمين نيجي إيه في الأنبياء؟